جات ما وصلتش مالك الفيس. التغيير ممكن، التغيير ممكن، لكنه لن يتأتى إلا بمشاركتكم وتعبئتكم ووقوفكم إلى جانب مرشح التغيير، إلى جانب مرشح الطبقات الشعبية، إلى جانب مرشح الشباب، إلى جانب مرشح القدرة الشرائية وتحسين الظروف المعيشية للجزائريات والجزائريين. برنامجنا السياسي أو برنامجنا الرئاسي اللي سميناه رؤية، لأننا حبينا نشوفوا وإياكم إلى المستقبل، كيفاش راح يكون مستقبل الأجيال المقبلة، كيفاش راح يكون مستقبل البلاد. هذا بطبيعة الحال يوضع مسؤولية كبيرة علينا جميعا، ليس فقط على الطبقة السياسية أو يوسف أو شيش كمرشح للرئاسيات، لكن يوضع مسؤولية كبيرة على كافة الجزائريين والجزائريات المؤهلين لفهم الأمور والمؤهلين للمشاركة لتجسيد التغيير والحفاظ على هذا البلد الغالي. تجندنا اليوم هو تجند إلى جانب كلمة الحق، وتاريخنا نضالنا مواقفنا يتكلموا علينا، الناس كامل تعرف مواقف الأفافاس. بين البرامج تشوفوا البرنامج اللي له باش يعطينا الرؤيه نتاعو تاع اليوم كيفاش هو يشوف. الله يبارك، الله يبارك، الله يبارك بالعالمين. امين امين يا رب العالمين. امين يجيب لنا ان شاء الله ناس بخير. خطوة أولى نعاودوا نرولونسيو عجلة التنمية في البلاد، لازم ننهضوا بعجلة التنمية في البلاد ونطوروا القطاعات الزراعية، القطاع الصناعي، القطاع الفلاحي والقطاع السياحي. الحمد لله عندنا ربي كرمنا بكثير من الخيرات، لازم هذه الخيرات تعود بالخير، تعود تولي بالخير على الشعب كامل، وتعود تولي بالخير على الجزائر كامل. إذا كان عندنا نظرة استشرافية ونظرة مستقبلية قادرين ننهضوا بالاقتصاد تاعنا.